يا رب إني بالحسين توسلي، يا رب إني بالحسين توسلي، وبجده المختار نعم المرسل، وبأمه وأبيه ثم المجتبى، والتسعة الأطهار أولهم علي، صل عليهم أجمعين. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يتلو ما تيسر من آياته البينات المحكمات. سماحة العلامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي مسبوقا مكللا بالصلاة على محمد وآل محمد. تبدأ الآن مراسم رفع الراية. Thank you.
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. ومتى نسيتم سيد الشهداء حتى جئتم تجددون العهد والميثاق؟ ألم تلتزموها من الآباء والأجداد؟ وذلك تاريخكم حافل بالتضحيات الجسام وبتلك المقابر الجماعية لأجل ذكر يا حسين. لبيك يا حسين. أنتم تنتظرون مراسيم تبديل الراية لتنعقد معها حاجاتكم، لتستقبلوها بقلوبكم الولهى بآمالكم. سلام الإمام، سلام. خط أيها الأحبة، في كل عام أن تهدى راية حسينية من إحدى المدن العريقة من خدمتها ومواكبها، وكأن مدن العراق تتشرف بحمل هذه الراية، وهي رايتها وهويتها الحسينية الخالدة. وفي هذا العام، في هذا الموسم، تقدم الراية من هيئة ممثلية مواكب مدينة السماوة مركز محافظة المثنى إلى سماحة السيد المتولي الشرعي جامع يا حسين.
قد ارتفعت الراية، قتل عطشاناً مواساةً لسيد الشهداء وعباسا وعباسا وعباسا. نجدد الحزن مع هذه الراية التي أخبرتنا طيلة السنوات أنه كما صمد الحسين عليه السلام وصمد أهل بيته وأصحابه، صمدت بطلة كربلاء شريكته في الثورة يوم خاطبت ذلك الطاغية: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تقديرك إماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن. ولئن ذكرنا زينب فنذكر تلك الدموع لتلك السيدة العظمى التي لم يرى لها شخص، ويح تلك الأقلام الخجلة، ويح جباه التاريخ، أما تستحي أن هذه الشمس قد أشرقت على شخص زينب؟ ساعد الله قلبك يا مولانا يا حامل اللواء، قد أخبرتك الراية أن أختك قد وقفت عند ذلك التل وهي تنادي: ومحمدا هذا حسين بالعرى طريح بكربلاء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى وحسيناه.